واحد مع أحمد ملا طلال. السلام عليكم. مصدر سياسي مطلع أكد اليوم أنه هناك ضغوط أمريكية قوية تمارس على الحزب الديمقراطي الكردستاني من أجل إنهاء الأزمة مع الاتحاد الوطني الكردستاني. المصدر أكد أنه واشنطن أرسلت وفد إلى أربيل، والوفد التقى بزعيم الحزب مسعود بارزاني قبل 3 أيام وشدد على ضرورة الإسراع بحل الأزمة والاستجابة لمطالب الاتحاد الوطني الكردستاني. المصدر أضاف أنه الأمريكان عندهم انزعاج كبير من العلاقة القوية اللي تربط الحزب الديمقراطي بالإيرانيين، والأمريكان يصرون على ضرورة وجود مشاركة قوية وفاعلة من قبل الاتحاد الوطني وتلبية مطالبه. المصدر لفت أيضا أنه الأمريكان أكدوا على ضرورة وجود حكومة قوية داخل إقليم كردستان، وهي الحكومة يجب أن تكون قادرة على إيجاد استقرار سياسي بمحافظات الإقليم بالمرحلة المقبلة. هذه الأخبار أثارت انتباهنا اليوم، أما ملفنا لهذه الليلة فهو داعش عودة مأذونة. يقول العرب لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، فشلون إذا لدغ 3 مرات؟ سؤال استنكاري رباطة واضح، والمقصود هو عودة داعش للعراق علناً. اي نعم، داعش بدأوا ينشافون سواء بهيئة الألف مقاتل اللي حجت عنهم التقارير الاستخبارية، أو بصيغة 600 أسير اللي يفترض السلطة العراقية تسلمت دفعتين منهم من قوات سوريا الديمقراطية. شنو الجديد بالموضوع؟ لا جديد سوى أنه التنظيم السرطاني من فترة بدأ يشتغل هين وهين على قولتهم، ولهذا الزميل مصطفى سعدون كتب شيء حلو اليوم وتذكر سالفة منسية. السالفة شنو؟ السالفة هي الآراء اللي انطرحت قبل تحرير الموصل حول كيفية التعامل مع المدينة. بذيك الأيام سمعنا رأيين، الأول يشوف أنه مو ضروري إبادة الدواعش عن بكرة أبيهم، يكفي التأكد من زوال خطرهم، وبالتالي لازم نفتح لهم نافذة يعبرون منها لسوريا. وبررات هالرأي أن مواصلة المعركة راح تكون مكلفة وتنتهي بمقتل الآلاف من شبابنا والمدينة تدمر والمعركة تطول وإلى آخره. اللي شاف هالرأي هي الحكومة العراقية وشجعتهم عليه قوات التحالف الدولي. بالمقابل أكو طرف دعا إلى ضرورة القضاء المبرم على داعش وإبادتهم تماماً، وهذا يتطلب محاصرتهم ومواصلة قتلهم بغض النظر عن الخسائر المحتملة بهالسيناريو. هذا الرأي طرحه المستشارين الإيرانيين، لكن المفارقة أنه قائد عراقي صديق للإيرانيين رفض هاي الفكرة حفاظاً على أرواح شبابنا المقاتلين. هذا الطرح بوقته بي نوع من المنطق، على أساس أنه ترك الدواعش يعني ترك الباب موارب إلهم حتى يعودون منه إذا احتاجتهم اللعبة السياسية. هيك نفهم استراتيجية الطرف المقابل، وهذا اللي عبر عنه أبو مهدي المهندس صراحة من قال أنه أجندة الأمريكان تقوم على سحب داعش والقضاء عليها، يعني مثل اللي مربي له وحش يخوف بخصمه وكل ساعة ناقل الجهة وش وقت ما يريده يستدعيه. هذا المثل ما قاله أبو مهدي، بس هو أكيد خطر بذهن الحشديين كلهم وهم يشوفون تفاوض الأمريكان مع داعش بشرق سوريا. بس بيننا وبينكم، ترى مو بس الأمريكان اشتغلوا بهالاستراتيجية، السوريين هم فاوضوا داعش وسمحوا لها تنتقل من مدينة لمدينة ومن مكان لمكان على قولة سهاء عبد الأمير. لا بل إنه حزب الله نقلهم بباصات مكيفة وذبهم على الحدود العراقية إذا تتذكرون. الأحرى إنه المعركة مع داعش سياسية أكثر منها عسكرية،
ولعبة السياسة مثل لعبة الورق، دائما اكو ورقة تنضم للحظة المناسبة حتى تحسم جولة معينة. هسه شنو فيلم داعش؟ الفيلم هو التالي، التنظيم رجع، وبهالرجعة اتضح انه رأي إبادته اللي انطرح اثناء معركة الموصل كان اصوب بنظر الطرف اللي دعا له، والدليل انه كل اللي انقال تحقق. سمحنا لهم يطلعون من العراق بحجة تقليل دمار المعركة، بس بالتالي نينوى تدمرت بالكامل والدواعش رجعوا. هذا اللي يشوفوه الحشديين واتباعهم الان، بس بنفس الوقت غيرهم يشوف شيء ثاني ويسأل مثلا هو شنو الخلل اللي خلى داعش ترجع؟ خلل امني فقط لو سياسي؟ لا طبعا، الخلل سياسي بالجوهر، انه لو صار مصالحة مجتمعية بنينوى وبقية المحافظات هل كان داعش تلقى مجال ترجع؟ لو الفصائل المسلحة من سحبة وبادية حملة الإعمار والناس مشتغلة على حب الله، هل أحد يفكر يلقي ولو نظرة على داعش؟ لا طبعا، الزاغور بقى زاغور، والجحر اللي طلعت منه داعش بعد عامر وجاي يكبر، ولهذا مو غريبة يرجعون مرة ومرتين وثلاثة ويجيب لك مؤمن يتعظ. ارحب بكم واناقش هذا الملف مع اللواء عبد الكريم خلف الخبير الامني، كذلك مع الدكتور احمد الابيض الباحث في الشان السياسي، ومن السليمانيه مع الدكتور عقيل عباس استاذ الجامعه الامريكيه في السليمانيه. حياكم الله ضيوف الكرام. ابدا وياك سياده اللواء واقول هواي حجج على اسمع على داعش الايام، واحكي لنا بصدق داعش راجع لو ما راجع؟ موجودة لو ما موجودة؟ عودتها بخطورة عودتها وجودها 2013 و14 لو أقل؟ تستخدم ورقة سياسية لو ما تستخدم؟ العالم دايخة وأكو رعب من تصريحات السياسيين والأخبار اللي تتداولها اليوم. شكرا، تحية للدكتور لحضرتك ومشاهدك. الحقيقة الأطراف السياسية جميعا، جميع الأطراف السياسية وحتى أطراف دولية الآن يعني لا تتحدث بشكل رسمي ولكن لديها أذرع في مراكز بحوث مستشارين يضخمون من هذا الموضوع للفائدة، كل الأطراف حتى اللي لديها صراعات في الداخل يعني متناقضة، لديها مصالح متناقضة في الداخل يسوقون أحاديث ويبثون بعض المعلومات اللي فيها تضخيم كبير جدا لداعش. يعني داعش ليست بهذه الصورة، الأمريكان يهددون حتى يبقون، والآخرين يعني حتى ايضا تبقى قوتهم يحافظون على مكانتهم ايضا يعني يوضحون ان داعش راجع. حقيقه الامر داعش ظروف اللي جعلت داعش موجوده قبل 2014 لم تعد قائمه الان، مستحيل يعني لا الامكانيه ولا التمويل ولا الحدود. الحوادث اللي تصيرها الايام النخيب الثرثار وغيره يعني شبيهه جدا بمرحله متقدمه من داعش قبل حوادث 2014. لا ماكو تشابه ابدا. يعني اذا نجيب نسب بالتشابه ماكو 5%. هذه الحوادث اللي تصير الان اولا هي تصير بمناطق خارج المدن ومناطق ما بها حتى قوات مسلحه، وتنقل المدنيين في هذه المناطق هو محفوف بالمخاطر حتى لو ماكو داعش. يعني هذه المناطق هي خارج ما بها اهتمام، لا بها بنى تحتيه، لا بها مدينه، لا بها قريه، وهي مناطق يعني ظروف معينة جعلت الناس تلتجئ لها. وشفنا احنا داعش لو كان عنده قدرة يشن عملية عسكرية كان سوى عملية عسكرية. قدرات داعش الحالية هجوم على قرية النمل شمال الشرقاط هذا موجودة في الداخل، يعني هذه ظروفها تختلف. داعش الآن الأشياء اللي فقدها شنو هي؟ القيادة والسيطرة انتهت تماما، يعني تلاشت صفر. يعني قيادات الآن لا تستطيع الاتصال ببعضها لجانب أمني ولجانب التدمير. كلامك هذا يكذب التقرير الاستخباراتي اللي قبل أسبوع طلعنا به بالحرف الواحد، أنه 1000 داعشي داخلين خلال 6 أشهر الأخيرة وياهم 200 مليون دولار، وأكدت الاستخبار وما نفت الاستخبارات العراقية شوية قللت من العدد والمبلغ بس ما نفت المبلغ مو بهالشكل هذا. طبعا احنا اذا ناخذ المصدر السوري لحقوق الانسان رامي عبد الرحمن نعتبره مصدر، هذه كارثه هذه.
اللي يجري في الداخل السوري مع الحدود، لو احنا سنلقي نظرة واقعية بصدق بدون كل الأشياء اللي ممكن أن تستخدم التسويق حتى الناس تستغلها لظروف سياسية بالوقت الحاضر. يعني حدودنا الآن مقسومة قسمين 600 كيلو، القسم الشمالي كله جيش، والقسم الجنوبي شرطة وحشد شعبي، وهي تقريبا يعني من أفضل ما يمكن من مسك منذ تاريخ الدولة العراقية منذ تأسيسها. ماكو ثغرة من لا 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 ثغرة موجودة، نفق من ثغرة موجودة، راعي غنم يهرب له اثنين ثلاثة من ثغرة موجودة موجودة ثغرة، ماكو حدود بالعالم 100%، ولكن أنا أتحدث عن أفضل مسك. أفضل مسك للحدود جرى في تاريخ العراق هو الآن. في المقابل السوريين ماكو ولا جندي حدود، احنا امامنا ميليشيات مدعومه امريكيا، وقسم الحدود فارغه ما بها احد يعني، لكن الثقل كله على الجانب العراقي. مع هذا الجانب العراقي سوى خطوط، الخط الاول على الحدود واعماق موجوده، والقائد العام وجه ان يكون طيران الجيش وجهد الاستطلاع الجوي يجوب هذه المناطق ويقدم تقاريره مباشره الى غرف العمليات. احنا الان في قضيه الحدود ممكن يعبرون 5 10 15 ممكن جماعهم خلال 6 أشهر، هذا التقرير الأمريكي. بالمقابل اللي تقوله من يعبرون الحدود لازم يقطع هذا مسافة 200 إلى 300 كيلو حتى يكون في أمان. ضربات طيران الجيش فقط في الشهر الماضي وهذا الشهر بحدود 15 ضربة جوية قتلت منهم الكثير، يعني ليس كل الذين يعبرون هم من الناجين، يعني هناك صعوبات في قضية أن تصل إلى نقاط أمينة في داخل جيد. الصحراء أو إلى المناطق. جيد، أروح سليماني وأسأل دكتور عقيل وأقول هسه ما أريد أعير أهمية لمعلومة قد تكون يعني مو دقيقة، أنه قائد القوات الأمريكية فوتيل أبلغ عبد المهدي وأبلغ الحلبوسي أنه وجودنا ضروري، لأن تقاريرنا تقول خطر داعش داهم عليكم، فإياكم أن تدخلون في مسألة استصدار قرار أو استصدار كذا لإخراج قواتنا. لكن أريد أسأل عن الاتهامات التوجه للولايات المتحدة الأمريكية على أنها تستخدم داعش كوسيلة ولفرض أجندة معينة سواء في سوريا أو في العراق تحديدا هذه الأيام. يعني طبعا السياسة الثقافة السياسية العراقية تاريخيا بتياراتها الأساسية القومية والإسلامية واليسارية تميل إلى شيطنة الولايات المتحدة، تتخذ موقفا عدائيا منها بشكل عام. هذا أولا. ثانيا يعني هناك هيمنة لثقافة المؤامرة على المستوى الشعبي. منطقيا من الصعب إيجاد تبرير لدعم الولايات المتحدة لتنظيم مثل تنظيم داعش. يعني معظم الأدلة أو حقيقة كلها التي قدمت يعني هي أدلة واهية، يعني لا تدعمها حقائق على الأرض. الموقف الأمريكي هو التالي بخصوص داعش وبخصوص الوجود العسكري الأمريكي في العراق. الولايات المتحدة تعبت، ملت، شعرت أنها لا تستطيع أن تحدث التغيير الذي كان يحلم به الرئيس جورج بوش في العراق، بمعنى أنه تحويل العراق إلى حليف استراتيجي أمريكي يتبنى النظام السياسي الغربي، ديمقراطية، تحويل سلطة، رفاه اقتصادي. يعني هذا النموذج فشل. 2004-2005 فشل المشروع الأمريكي في العراق. بقيت الولايات المتحدة في العراق من أجل درء الاحتمالات الأسوأ وهو انهيار هذا النظام السياسي وبالتالي تمدد التنظيمات الإرهابية من القاعدة وما إليها. عندما خرج الولايات المتحدة في 2011 من العراق كان هناك إحساس كبير في الدوائر السياسية الأمريكية أن هذا الخروج كان مبكراً، أن النظام السياسي والعسكري في العراق. معنى كلامك الآن أنت تؤمن بالتقارير يعني الاستخباراتية اللي تقول أنه داعش موجودة وخطرها داهم وأعداد بالمئات دخلت العراق وقسم منهم من كبار القادة لداعش، ومثل ما قلنا في حلقة الأسبوع الماضي أنه كل واحد منهم ممكن أن يشكل تنظيم. سيد الفاضل، هذه التقارير ليست أمريكية فقط، هذه تقارير من جهات بريطانية، من جهات فرنسية، من جهات محلية عراقية، من جهات عراقية في الموصل، في صلاح الدين، يعني وما يحصل على الأرض
يؤكد أن تنظيم داعش يعيد تنظيم نفسه كمنظمة سرية التي يعني الإرهابيون المتطرفون بارعون في العمل تحت الأرض بعد أن عملوا فوق الأرض على مدى 4 سنوات ومنيوا بخسارة هائلة وكبيرة، عادوا إلى ما هم معتادين عليه الكر والفر. وما يحدث الآن هو بدايات إعادة تأهيل التنظيم كمنظمة سرية تقوم بالكر والفر. واضح دكتور أحمد، سمعرف نصدق من إذا داعش ما موجودة شو بده يصير هسه بالثرثار واللي صار بالنخيب وغيره وغير مناطق، وإذا داعش ما موجودة داعش موجودة فليش جتي وليش رجعت وليش ما استخلصت الدروس؟ الناس ندايخة والتقارير راعبتها سواء اللي تشوفها عبر الفضائيات والسوشيال ميديا. نريد نوصل رسالة إنه سواء للحكومة أو للناس شنو بده يصير وبعد شهر شهرين شو ممكن أتوقع؟ نعم، بدأ تحيتي لك وسيادة اللواء والأخ الدكتور عباس من السليمانية وجمهورك الكريم. سؤالك مهم واللي طرحه الإخوان أيضا يقع في إطار الرأي الذي يجب أن يحترم ويناقش برأي. الأحداث والوقائع اللي حصلت خلال الأسبوعين الماضية خصوصا حادثي النخيب وحادث الثرثار، واليوم شفنا التشييع يعني المهيب الحقيقة، رغم أنه أنا أعز أسجل احترامي وتقديري لشيوخ العشائر اللي كان خطابهم وطني، اللي يريد أن ينزع يعني فتيل الأزمة التي يريدها بعض الأطراف داخليا تحديدا، المأزومين سياسيا الفاشلين يريد أن يستغلوا هذه الحوادث ومثيلاتها لإيقاع في المجتمع العراقي في أتون الطائفية مرة أخرى اللي أنتجت داعش ومثيلاتها. اليوم أكو حوادث لا يستطيع الإنسان أن يتجاوزها، هذه الحوادث تقع في إطارها الإجرامي الإرهابي ممكن تسميتها هكذا، أو تقع وحلولها قد تقع في الإطار العشائري. اليوم أهالي النجف أهالي العباسية لا المرد يعني اختزل لا هو هذا العنوان الكبير عودة داعش بحادثة قد تكون هذه واحدة في الشرق لها دوافع أخرى الموصل الإعلانات اللي يعطيها داعش ثم تسللهم من الحدود ثم استلامنا لعدد ما نعرف وين راح يكون مصيرهم. هم نرجع لتجربة عام 2013 عندما هربوا من سجن أبو غريب وثم ذهبوا إلى وكسر نعم وبالتالي كل هذه التساؤلات مهمة للشعب العراقي السائل. جيد، اليوم الحكومة العراقية إقامتنا لهذه الحلقة يجب أن توصف طبيعة المعركة مع داعش. هي انتقلت من إطارها العسكري إلى إطارها الأمني الاستخباراتي، قاعدة سياسية. إذا ما تساوي أوضاع الناس النازحين المهجرين لا شابه ذلك حقيقة وتقدم الخدمات الأساسية وتنهي على البطالة الموجودة في المجتمع العراقي، لا تتحدث عن هزيمة لجريمة في المجتمع سواء كانت إرهابية أو جنائية. يوحنا صار لنا سنة ونص كل شيء بسوي ماها كل شيء بسوي نعم. داعش داعش داعش، لذلك ردة الفعل يجب أن لا تكون طائفية يا أستاذ أحمد، وهي نصيحة. ردة الفعل أولا القوى السياسية، قيادات الأمنية، ثالثا قيادات الحشد. بس لحد الآن ماكو خطاب، تلاحظ ما حد حكى، يعني ماكو ردود فعل. أتمنى أن تبقى في هذا الإطار سلمية، لأنه أي ردة فعل داعش ويلعب على هذا الوتر، يقتل له عفوا يعني عفوا يقتل له 3-4 شيعة في النخيب ويترك سنة، هذه رسالة سيئة. هذه يجب أن نركز عليها أكثر من أنه ليش خرق وليش طب وكذا. يريد يعيد نفس الرتم، ماكو مال يوسفية والأحداث اللي صارت عام 2004 و5 وتتذكر جنابك. ركزت اليوم المجتمع معافى إلى حد ما، يعني من الصعب تجد أنه ممكن تعيد الذهنية الطائفية للمجتمع العراقي مرة أخرى. مو أقول ما راح ترجع، مستحيل. لا يجيك متحدث، يجيك نعم. سياسي من هاي المحافظات نعم. مطلع على بعض التقارير وجوز شاهد عيان لبعض الحالات، يقول لك لا لازال. سمعت خطاب مشعان جبور الأخير نعم. وسمعته نعم. زين يقول لك لازال الآن يعني أكو نوع قد يكون نوع من القبول بالحشد الشعبي المزيف والحقيقي، لكن أكو شيء ده يكبر بداخل الناس انه احنا خلصنا من داعش جاينا جماعة. نعم هذا هو اللي قصده انا، هذا اللي هو وظيفه الحكومه الاتحادية، هذه وظيفه السيد رئيس الوزراء. قبل ان تفوتنا الفرصه يا استاذ احمد، احنا الان الحشد وناقشنا قضيته، رئيس الوزراء يبدو ناقش قضيته ايضا مع قاده الحشد. يجب ان يكون له عنوان واضح، عنوانه هل هو بديل ام ضروره؟ هذا التساؤل اللي يثيره يوميا. اذا هو ضروره فالضروره موجوده يقدرها القاده العسكريين وليست قادة الميدان من الحشد، واضح شو الفكرة؟ رئيس أركان الجيش، قادة الجيش، صح لهم وصح قادة الشرطة، هم يقدروا. هذه قوة الاحتياط التي يجب أن توصف بأنها قوة احتياط.
نعم هكذا يجب ان يكون واضحين. اما المجامله والاحتياط شو كنت تستدعيه؟ عند الضروره. عند الضروره العاده تقارير تقول لي خطر داعش داهم، خليه شو اناقش هسه خلي واشكك بالحشد خليه ما تشكك بالحشد، خليه الحشد حقيقه، خليه الحشد، ولكن انت تقول الان اكو حشد يبنى عليه هذا الحس في بعض المناطق انه داعش صار بديل الحشد وانه اكو ممارسات قاعد تمارس صحيح. اما تؤسس الى مؤسسه منضبطه بشكل الحقيقه وتتحقق من هذه التقارير قد تكون مزيفه بعض منها، قد يكون مبالغ بها، ويجب ان تكون عندنا شفافيه. غير هذا الحقيقه راح نسمح احنا مره ثانيه لبؤر التوتر ان تعود مره اخرى ونسقط البلد في هذا الاتون. جيد سعد الكريم، ليش ما اقول انه الحشد وجماعه الحشد وفصائل الحشد هي اللي تسرب هيك اخبار؟ لان الحشد كبر ونمو وزاد نفوذه بوجود داعش. من مصلحته انه يخلي بذهن الناس انه اكو خطر داهم وموجود واحنا حامينكم. بس هي مصادر المعلومات موجوده معروفه، يعني من نتبعها ما لها علاقه بالحشد، هذا اولا. بعدين الحشد الان بدون داعش، احنا عندنا صحراء طولها 1000 كيلومتر واعماقها بحدود 500، يعني اذا تجيب الان تسحب الحشد الشعبي من مناطق نفوذه في هذه المواقع يصبح هناك خلل دفاعي كبير. يعني من الصعوبة أن تقوم المنظومات الدفاعية جيش 200,000 وقوة القتالية بحدود 100,000 مع وزارة الداخلية اللي معظم شغلها بالمدن أن تقوم بسد هذه الفجوات، صعب، لأنه هو يقدم خدمة بالحدود، خدمة بالصحراء، خدمة بمواقع كثيرة. الاستغناء عن الحشد في الوقت الحاضر هو يعني خطأ استراتيجي كبير يعني. وهذا التقدير مو يعني تقدير سياسي، لا، انه تسال الاخ رئيس اركان الجيش فريق عثمان، وانا كنت يما قبل ايام، انه مستحيل ان تصير يعني قضيه موازنه وقضيه اعاده انتشار القوات المسلحه بمعزل عن الحشد الشعبي، انتهي من هذه. لكن قضيه اللي ذكرها الدكتور احمد وهي قضيه مهمه جدا، داعش ما يضعف ضعف كبير بهذا الوهن، هو الآن يمر في أضعف حالاته وتحول الجانب الأمني، بالتأكيد يريد إشغال الفراغات حتى تكون هناك أحداث من خلالها ينفذ. لهذا أضعف حالاته، أضعف حالاته قبل سنة ونص، أضعف حالاته من طردنام للموصل، أضعف حالاته الآن ذاك الوقت، الآن لا، الآن التقارير تختلف. اسمح لي خلي أوضح لك، قبل سنة ونص لا كان قوي، قبل سنة ونص قوي جدا، مو بس قوي يعني هو موجود بالسويداء جنوب سوريا، موجود في دير الزور، موجود في هجين، موجود في شمال سوريا، موجود في ريف حلب. اي الان انطرد ونص عبر علينا، موجود في ريف تدمر كان اللي تفضل فيه سنه ونص عبر علينا. نتحدث الان، ليش اقول لك بيضعف حالته الان مو اي وقت، الان الان في سوريا انتهى عمليا، ماكو مواقع علنيه لديه في سوريا عدا موقع واحد وهو 500 متر فقط وهو في طريقه الى الزوال. الضربات اللي وين راحوا؟ راح اقول لك وين الضربات اللي وجهت لداعش في فقط 3 اسابيع يعني لم تكن مسبوقه على الاطلاق. 400 مديريه الاستخبارات العامه جابتهم، وجهاز المخابرات فكك شبكه مهمه من الناحيه الماليه، وقوات سوريا الديمقراطيه احتفظت ب 4,000 مع عوائلهم، مجموع المقاتلين 1,600 اللي احتفظت بهم وهي قسد ميليشيات. يعني اصبح داعش في قصد تقول 600 يعني 600 وكسر وراح اسلمهم عراقيين. العراقيين لا، اتحدث ثاني على الكل 1,600 الكل، يعني من جنسيات مختلفه يعني. وال 4,000 عندهم عوائل يعني اطفال ونساء واخرين. هذا التنظيم يفقد كل هالاعداد هذه في 3 اسابيع، هذه ضربه كبيره يعني ليست سهله. التنظيم كان يقاتل ب 200 شهر، احنا الان نشوف اكو تداعيات. البغدادي الان يلبس ملابس يعني كاي شخص عادي وبدون حماية، وكل ساعتين ثلاثة يتنقل من مكان إلى مكان، لأنه الآن قريبين من أجهزة استخبارات متعددة، وإحنا العراقيين أيضا قريبين منه، وهو ربما في أي لحظة يتم يعني إعلان خبر إما مسكه أو قتله. هذه القيادات اللي فقدت السيطرة لا تستطيع اتصال بالقيادات الدنيا حتى توجهها، والمجاميع اللي بنوا فيها بنى تحتية سابقة الآن هم موجودين متناثرين في الصحراء. يعني أنت تجمع قوة حتى تسوي عمل يحتاج لك جهود كثيرة حتى أنت تجمع هذه القوة، الآن هذا غير متيسر، ما موجود. واضح. إذا دكتور عقيل، هذا كله محاولة بث هاي الأخبار وخاصة من قبل الاستخبارات الغربية، هي محاولة لفرض رعب داعش على الدولة العراقية من أجل بقاء هاي القوات لتنفيذ أجندة تخص إيران. وضحت المسألة الآن. التقارير التي
برزت عن وجود داعش وإن بشكل متفرق وصغير هي تقارير جدية. الولايات المتحدة أعلنت، يعني الرئيس ترامب أعلن أنه يريد أن يسحب القوات الأمريكية من سوريا مثلا. هناك جدل وخلاف بشأن بقاء القوات الأمريكية في العراق، وزيارة نائب أو وكيل وزير الدفاع الأمريكي باتريك شاهنن يعني يوم 12 فبراير 12 باطئ إلى العراق هي كانت محاولة لاحتواء التصريحات مستفزة من جانب الرئيس ترامب. الولايات المتحدة مهتمة بالاحتفاظ بقوات أمريكية غرب العراق من أجل مراقبة الوضع في سوريا، وإزاء ضغط كبير واجهه ترامب بعدم سحب كامل القوات الأمريكية، يعني هناك ما يقارب 2000 يعني عسكري أمريكي في سوريا، هو قرر يعني الضغط سواء ضغط بريطاني وضغط فرنسي إضافة إلى ضغط داخلي أمريكي، هذا الضغط ساهم في أن يؤخر تنفيذ قرار ترامب. يعني الآن نتحدث عن 120 يوما قبل سحب القوات الأمريكية من سوريا، مع ذلك هناك نية لإبقاء بحدود 400 عسكري أمريكي في سوريا، هذا طبعا يتركنا مع 1600 عسكري أمريكي في سوريا ربما يتم سحبهم إلى العراق، هناك ما يقارب 5200 عسكري أمريكي في العراق ربما يضاف إليهم 1600، يعني هذا يعني سيجعل القوات الأمريكية في العراق بحدود 7000 عسكري. الولايات المتحدة تقول ليس لها نية لسحب يعني القوات إلى العراق، يعني أنا أشك في هذا. واضح جدا أكو تباين شاسع. نعم نعم. شاسع بوجهات النظر. زين ناسنا اللي تسمع الأخبار شو تصدق؟ واستاذ احمد كذي اكو ناس الان بدها تفكر، صارت هاي الاخبار صحيح بدها تفكر، هاي موجه الهجره وموجه اللجوء وبدت شويه اخبار تصاعد، الوضع مو زين، راح تنهار، داعش راح تجي. زين وين حكومتنا؟ ليش ما تطلع تبين بشكل صريح ورسمي واضح؟ هو هذا الفلسفه الاساسيه اللي تقيم عليها الدول والمؤسسات الامنيه. اكو فرق بين الامن والامان. الامن عمل مؤسسات استاذ احمد، يعني مؤسسه الامن توفر سيطرات كذا اجراءات امنيه. الأمان هو هذا الشعور اللي تحدث عنه اللي إسرائيل دائما عادة تناقش وضعها الداخلي، مو من الأمن، من الأمان. مواطنيها بس يسمعون تهديد من حزب الله كذا من إيران يشردون طلعون في نص مليون كذا، إحنا راح نوصل نفس الحالة. الدولة وظيفتها الأساسية أن توفر الأمان اللي من خلال التعبير عن الرأي والحريات إلى آخره، كلها في إطار الأمان. الآن إحنا بدنا نشتغل على هذا المربع، بدنا نشتغل على الأمن، جيب كر زيادة عدد قوات كذا إلى آخره، صح لو مو صح؟ بدنا نشتغل على هذا المربع اللي هو مربع سياسي. راح نرجع مرة أخرى نفس النقطة، شلون تخلي المجتمع آمن؟ إيه المجتمع آمن، هذا ما يحتاج سلسلة إجراءات. لا بدي إعادة الإعمار، بناء المدن المدمرة، وبصدق أشوف إيش قد أنا جتني فلوس، مو مزايدات، إيش راح أسوي للموصل، إيش راح أسوي للأنبار. يعني اليوم مؤتمر مدن مدمرة أستاذ أحمد، اليوم مؤتمر في القاهرة في شرم الشيخ، المفروض العراق الحق مع احترامنا للدكتور برهم صالح رئيس الجمهورية، المفروض العراق الآن يمثل بأعلى سلطة تنفيذية والدكتور عادل عبد المهدي، لازم يروح يقنع العالم احنا ايش محتاجين. رئيس جمهوريه وزير خارجيه وزراء اخر ما يفيد، ما يتعامل وياك. انا احكي لك بالمربع السياسي الدولي، يمكن دكتور عقيل هسه رجل علوم سياسيه وكذا، بس انا اتحدث لك بس خلال صلاتنا الدوليه. الناس تشتغل ويا الاول، التنفيذ الاول. انت بالدستور عندك رئيس الوزراء يقعد يحكي وياك، انت رئيس جمهوريه بس ما تقدر تقيم سلطتك على الوزراء وعلى الحكومه. هاي حقيقه يجب ان ننتبه لها. عدم تمثيلنا بالسلطه التنفيذيه في المؤتمرات اللي هي هاي مهمه جدا حتى نكسب ود العالم، حتى يبنون البلد، حتى نرجع الناس. احنا ما نظل بس نحكي وننظر، هاي وحده. اليوم هاي التقارير ان صحت او كذبت تبقى هي في اطارها المفزع للناس المريب، لانه ماكو رد اعلامي حقيقه من الدوله ومن المؤسسات الاعلاميه يوازي هذا الرد. نتحدث عن اخبار، احنا الان نقول استلمنا 600 ودينا 700 ودينا ما ادري، كل هذه اخبار. انت الان ايش محتاج؟ انت لاش محتاج؟ امريكا موجوده واكو صراع ويا ايران اصبح واضح. بالمناسبه حتى اقول لك احنا وين رايحين هالشهرين الجاي اللي سويت عنه. بعد شهرين اكو مؤتمر في لندن. هذا مؤتمر راح يطلقوا فيه صفقه القرن. هذا المؤتمر طبعا الجزئين الاساسيه فيه طبعا غير القضيه الفلسطينيه هو العراق وسوريا. وموقف الولايات المتحده الامريكيه من ايران ومساله تدخلاتها في هاي البلدين. طبعا هاي القصه طبعا راح تستدعي داعش وابو داعش مره اخرى للعراق. واحنا علينا ان نكون واضحين. احنا الان مع من؟ امريكا وطيرانها وكذا واستطلاعاتها واستخباراتها، وبنفس الوقت هو مو صحيح؟ ها؟ وبنفس الوقت
احنا ما حاسمين امرنا السياسي وياها. استاذ علي الكريم، اذا احنا لا كسبنا امريكا ولا كسبنا ايران ولا عمرنا مدننا ولا سوينا مصالحه مجتمعيه ولا يعني، واعلن النصر يمكن قبل يا يوم اعلن النصر من النصر الاول 17 مو ايه شهر 12 2017 صار سنه 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 و14 اشهر 17 10 اي صار سنه ونص تقريبا سنه واربع اشهر سنه ونص واعلن النصر وكل شيء ما مسوين ورا النصر، وقد نكون ضحيه لصراع ايراني امريكي يوقع بروس ولد طلعت لنا كسر كل غير هذا واقع. شو سوينا؟ هذا واقعنا غير. شوي خلينا نعطيها واقعيه يعني لا السوداويه الكبيره. ايش كم نازح عندنا لحد الان؟ ايش كم نازح عندنا لحد الان ما راجعوا المخيمات؟ الجانب الايمن مال الموصل ايش كم طابوا وقنبلت به؟ المدن اللي بالانبار اللي تدمرت ايش صار من عندها؟ شنبله من عندها؟ انت تتحدث النفوس زين انت تتحدث الشكوى من السلاح الموجود والفصائل المسلحه الموجوده بدات الشكوى من عندهم تصاعد، ايش سوينا لها؟ انت تتحدث عن مو الجانب الايمن ما يشكل غير يمكن 2% من المناطق المدمره اللي هي محافظات ثلاثه رئيسيه شمال ديالى وشمال بابل وجزء من بغداد كثير منها، والان هو خطه شامله للدوله 2 مليون نسمه كانوا يسكنون بس لو تسمح. لا مو الايمن، الايمن مو مليون، انت تقول المدينه القديمه، المدينه القديمه صغيره، المدينه القديمه ما بيها 800 متر يعني شو المدينه القديمه؟ شايفها؟ اذا الجانب الايمن بكامله، الجانب الغربي من الموصل بدا باعمار كبير يعني موجود وده يطلع، لكن احنا خلينا نجي على الاساس في هذه القضيه. الاساس الامريكان شوف تحدث الاخ قال 400 راح يخلون، لا راح يخلون 250 مو 400. 250 جندي. وين يخلون؟ يخلون بالتنف. هو غايه الوجود الامريكي هناك حتى يقطع التواصل ما بين ايران باتجاه دمشق بيروت. وكل هذا هو ترتيب يعني امريكي سعودي وبرفض غربي، هناك خلافات بين اوروبا والولايات المتحده على هذا الملف، يريدون يعني يريدون انه الامريكان عندما يطلعون تنطلق السياسه، القضيه السياسيه هناك، ولكن الامريكان لا يسمحون للقوات السوريه تمسك الحدود ولا يغادرون التنف، باقي هذه اللي وصلت 300 كيلو ماني علاقه امريكا شو تريد؟ خل اوضح شنو اجندتها؟ ولا علاقه ايران شو تريد؟ خل اوضح لك شنو اجندتها؟ اكو شو اكو بلد اسمه العراق وده يتعرض لخطر، هذا هو يخصني. الدوله العراقيه ايش تسوي؟ هذا يخصني. هذا يخصني الدوله العراقيه حتى تخلص من كل هالاحراجات وين بؤر التوتر؟ ياب الحدود. انت من تمسك حدودك لا ارهابي يجيك، واذا قدر اثنين ثلاثه يتملصون ويدخلون داخل الحدود تتعامل معهم اجهزه الاستخبارات. احنا الان 600 كيلو اقوى مسك موجود في الشرق الاوسط لحدود هي حدودنا الغربيه مع سوريا، وجهود تبذل اش جباره وكبيره جدا في هذه المنطقه. ليش؟ لان هناك امريكا واجنداتها بالشمال، تركيا واجنداتها، والصراع الكبار موجود في الوسط الغربي السوري، وهذه مشكله كبيره ان احنا اذا حاله حرب. لازلنا في حاله حرب في هذه المنطقه تحديدا. نعم انا معك، ولكن في الداخل العراقي هذا الحكي ما له وجود. لا في الداخل، لا أساس. في الداخل العراقي خمس جسور بالموصل، قول لي يا جسر رجع من عندك. هسه جسر عنده يشتغل. جسر عنده يشتغل. اللي سواه وزير واحد كملوه. اي اللي سواه وزير الاسكان والتلزيق. وجسرين نصبوه الهندسه العسكريه. اما تحكي لي انت على داعش، لا تودينا على جسر، خليني اكمل لك داعش، خليني اشوفك داعش. ايش حالك دكتور احمد؟ بس خليني اكمل لك. انت شلون تقضي على داعش اذا ما تبدي بالاعمار وتبدي بإعادة لحم النسيج المجتمعي؟ لا تيهني، خلينا بموضوع واحد حتى نوحد الفكرة. يعني داعش الآن ظروفه اللي كانت قبل 2014، الأسراك فاتحين الحدود، الخليجيين 137 مليار، مجالس عسكرية بالداخل معرة من القرية للمحافظة 200 ألف مقاتل، وداعش ما كانت موجودة. هاشم الجماش مو داعش، بعثي هاشم الجماش اجى صار محافظ الموصل أسبوع. هذه ظروف قبل داعش، يعني ما ننساها هذه كلها. الان اكو ظروف مشابهه حتى يجيني واحد يقول لي داعش تعود بكل هالامكانيات والمليارات اللي صرفت والاسلحه اللي دخلت والجيش كان بكامله مع اجهزه امنيه واستخباراتيه وكذا، تحشدت في المحافظات واصبحت قوه كبيره وانقلبت بقدره قادر وشالت الاعلام السوداء وصارت داعش ورا اسبوع. هذا ماكو ظروف، ظروف الان وينها يعني؟ اعطيني ظرف واحد يقول ان داعش الان في ظروف 2014 او قبلها مشابهه لها. ما ادري، خلي من ترجع للسليمانيه، بس السليمانيه شو صار بها؟ انا بس اعلق على نقطه حتى تصير واضحه الصوره. اريد عفوة. لا اريد، انت تعتقد موجوده السليمانيه؟ دكتور عقيل
انطيني مظهر واحد من مظاهر وجود داعش كخطر داهم يهددنا، حتى اصدق انه الولايات المتحده الامريكيه ما جات تستخدم داعش كفزاعه لبقاء قواتها. عاد ليش تورطوني شباب؟ جاوبني على السؤال. يعني اللي يقوله الاخ ابو علي جدا سديد، ما حد يقول داعش راح يرجع يمسك ارض او يحتل مدن، ولكن الاخطر الاخطر من يقول؟ اقول هسه الان هسه في هاي اللحظه في التقديرات الاعداد والظروف الى اخره، خلينا نفترض هذا الافتراض، انا ما خايف من هاي، انا خايف داعش اليوم يقتل بالصحراء باكر يفجر بالمدن، وهذه يجب ان ننتبه لها. لا ممكن هذا يحصل، صح لو صح ممكن وخصوصا مع حاله هذا داعش انتهى مات. لا اقول ما هذا اللي حصل اللي قامت به الحكومه الحاليه برفع الصبات والحواجز والسيطرات، طبعا عمل جيد صح لو ما صح. الان هذا الشعور عند الناس بانه احنا تقدمنا خطوات باتجاه الاستقرار استاذ احمد، انا خايف نخسرها هاي القصه. الان داعش هو بندقيه الايجار؟ نعم انا اقول لك هو بندقيه الايجار، مو فزاع، هو بندقيه الايجار، وانا يمكن هذا الوصف اول وصف بال 2014 وصفته ولحد الان احتفظ به. هذه البندقيه منو ما اجرى هسه؟ الان ممكن تستاجر، نعم ممكن تستاجر اي قوه تريد تحقق مشروعها في العراق. الامريكان ما راح يشيلوها البندقيه ويضربوك بها مال داعش، راح يتركوها. وانا يمكن مره ويا جنابك قبل شهر ذكرت لك كان كل شيء يدرون الامريكان، كل شيء مر من قدام عينهم عام 2014 وكانت تقاريرهم دقيقه جدا، ولكن لانه الحكومه العراقيه السابقه رفضت بقاهم وخرجوا عام 2011 قال لك تولى امرك. احنا اذا ما نلقى بديل للقدره الامريكيه على مساعدتنا، اذا ما نلقى بديل حقيقه علينا نروح نتفق وياهم، لانه ايذائهم الامريكان اذا تركونا اكثر من ايذاء بقاهم، انا هذا بتقديري الوطني. نعم اذا ايذائهم الامريكان في حال تركهم العراق كما حصل عام 2011 وفق نظريه المؤامره انه الامريكان يلقون ويسوون وكل شيء قادرين، ضرر خروجهم اكبر من ضرر بقائهم. اضحكك على قضيه، تعرف الامريكان شو سووا امس؟ مع الاسف الاعلام ما تناولها، البارحه سووا بروبيجيشن يعني مظله على روسيا لمعرفه تسليح روسيا وكذا، وطلع بوتين البارحه زعلان. نعم الامريكان عندهم قدره في الفضاء، احنا كم واحد متسلل عصبه شيء يعبر من الحدود السوريه يجي يخرب امن البلد بعد ما ضحينا من اجله، يجب ان نجي نحط الامريكان امام حاله واحده نقول لهم انتم فعلا تبنون استقرار العراق من خلال بقائكم تعالوا اشتغلوا، اما احنا مره طبوا مره طلعوا مره نطردكم ما اعرف ايش، هذا هو اللي يدلل على انه احنا ما عندنا الحقيقه حرص على مصلحتنا الوطنيه طبعا دلوقتي. انا كسياسي هسه سياسي عراقي عضو مجلس النواب مسؤول تنفيذي وتجيني تقارير انه الامريكان الان يسلحون عناصر داعش، خلينا نقول تائبه بس كانوا قيادين بداعش، يسلحوهم كجزء من عشائر، حشد عشائري مقابل حشد شعبي يعني من الامريكان. ما سويناها بالاسلام؟ لا لا قصدي انا يعني شلون ما اخشى هسه قد اتهم ايراني، قد اتهم انفذ اجنده، قد اتهم الطائفي، قصدي السياسيين، هذا الخطاب بنسمع اليوم شلون ما اخاف من الامريكان؟ عندهم دليل؟ يعني دليل موثوق؟ بس حكي ها؟ بس حكي ما انا اقول انا شفت الاف عندهم دليل دول اصدقائك؟ لا ما عندهم دليل. منو اصدقائي؟ اصدقائك اللي عاده يعني انا دابك على جماعه اللي يردون الامريكان يطلعون. من هم؟ جماعه ايران غير؟ يعني من هم جماعه ايران؟ جماعه ايران الفصائل المسلحه القريبه من ايران اللي صار ترى مو عيب جماعه ايران ترى اصدقاء ايران ذولا عراقيين ذولا مو ايرانيين، ما كل واحد بيه ايراني قاتل هنا في الداخل، وشبابنا اللي استشهدوا ما بيناتهم واحد ايراني، كل الفصائل الموجوده اللي كانت لها صفه شبه رسميه وكانت الدوله تدعمها الان موجودين، اللي خارج الحشد تتعامل مع الدوله والحشد. قصدي هذا خطابهم، هذا خطابهم خطابهم. لو تسمح لي احنا بعيد عن هذا التوصيف اللي تقوله انت، الناس كل الموجودين الان، انا قلت كل الموجودين حتى اللي لديهم مصالح يعني متقاطعه في داخل العراق يضخمون الاخبار باتجاه قضيه وجود داعش لاسباب حتى تخدم مصالحهم بما فيهم الامريكان. يعني احنا تقريرين طلعت في اسبوعين، واحد قال 17000 الاخر تحدث عن 15000، في حين ترامب قبلها باسبوع خطاب حاله الاتحاد ايش قال؟ قال اسبوع وراح ننهي داعش في العراق وسوريا. طيب انطيني هذا التناقض الاستراتيجيه اللي دوله عظمى مثل الولايات المتحده في مكان معقوله ما عندها استراتيجيه، ما عندها معلومات معقوله؟ معقوله هذا الهول
في معلومات متناقضه. هسه اضرب لك مثل بهالمستوى هذا الحب اللي فوق روسيا. زين هذا هذا المستوى يصير يعني رئيس دوله يعطيك اسبوع ينهي داعش بالعراق وسوريا وراها يطلع تقرير 15,000 الامم المتحده وراها من البنتاغون والجهاز المراكز بحوث يتحدثون عن 17,000 كيف؟ اذا الموضوع مو بهالشكل، احنا استخباراتنا تتحدث عن 2000. ال 2000 هذول موجودين في مناطق متناثره مو جسد واحد. ما يشكلون مخاطره مباشره، خطر غير مباشر. يعني المعلومات الان والاوامر اللي صدرت الى طيران الجيش والى طائرات استطلاع القوة الجوية العراقية قامت بعمل مبهر. 15 هدف تم تصفيتها، كل هدف نزف بين 6 إلى 7 اشخاص قتلوا ودفنوا وتم تصويرهم موجودين يعني. هذه العمليات اللي تصير يعني عمليات ممكن ان نسميها تسويها اي دولة، لو الدولة اللي عندها خبرة الان باراضيها وتعرف وين حركتها. اي لا زالت حلول ضمن الحل العسكري. اي نعم ضمن الحل العسكري. انا عسكري، انا عسكري، انا مو مدني. اسال احمدي قصدي لا لا قصدي هاي ضمن الحلول العسكريه اللي كان مفترض احنا غادرناها قبل سنه ونص من علم النصر. من الصعوبه احمد احنا هسه نتحدث عن مغادره عمل عسكري، من هنا ل 30 سنين قادمه راح نعثر على انفاق ونشوف اسلحه واعتده وذخائر وحجمه ناسفه. ليش؟ لان هاي 3 سنين بنى تحتيه كثيره سواها داعش حتى لهذا اليوم اللي احنا هسه به. من 2015 بدايته بدا هو يشتغل يحفر بالصحراء ويسوي هالاماكن. القياده العسكريه مالته 10-9 منهم كانوا ضباط عراقيين يعرفون هذا الحكي والجغرافيا عندهم يعني. لهذا هي ليست بها مفاجات يعني. اجهزه الاستخباريه انا اثق بها. جيد دكتور احمد، العسكر بده يشتغل هذا الشغل، المدنيين وين ده يسوون؟ والله ما حد ينكر جماعه الاعمار ده يسوون. والله ما حد ينكر دور الجيش ودور القوات الجويه، القوات الجويه وطيران الجيش وحتى بعض فصائل الحشد اللي فعلا على الحدود العراقيه السوريه، هذا ما حيستطيع احد ان يكره، وحتى الامريكان اعترفوا به قبل يومين. القصه وين؟ الداعم. شوف اكو جبهه داخليه من الجانب المدني، هو سياده اللواء يعرف كونه عسكري، دائما في الحروب اكو جبهه داخليه واكو جبهه يعني هي المواجهه، جبهه المواجهه. احنا لازلنا غير محصنين في الجبهه الداخليه بسبب قضيتين صراحه. اولا معظم القوى السياسيه تريد تستغل قضيه داعش للاسف لسببين، واحد يريد يبقي الامريكان وواحد يريد يحافظ على مصالحه. هذه قضيه كنا نتفق عليها وهذا واضح. اثنين يعني اكو استثمار عراقي بداعش طبعا طبعا عراقي. اكثر ما هو ايراني وامريكي. نعم واعطيك ادله، ساعطيك ادله على ذلك. عام 2014 شو اللي حصل؟ خلاف بين سيد رئيس الوزراء السابق مع محافظ النجف تتذكر كل زين، صعدت الدنيا مطفت واكو اخطاء ارتكبوها بعض القاده الميدانيين. ها صار هذا الشعور اللي موجود الان اللي تحدثت عنه في خطاب النائب السابق مشعان الجبوري، نفس الخطاب انا دا اربط نفس الخطاب انه طلعوا هاي القوات الجيش المجوسي الفارسي تتذكر جنابك، صح لهم صح طلعوا من الموصل لانه هذول كذا دا يسوون كذا، صح لهم صح. من جت الهبه مال داعش ما جت على اساس انه داعش، جت حتى قوة بعثيه قيادات بعثيه وعزة الدوري في حينها لقى خطاب وكذا الى اخره، والكل سموها ثوره العشائر وبعدين رجعنا لقيناها غير قصه. اليوم ممكن اكو وجه ثاني لداعش. تنظيم القاعده العالمي بالمناسبه في خطأ في كلمه ايمن الظواهري الاخير كانما يشير الى انه داعش ابن متمرد تمرد على القاعده والان بدا يعود. هو كذلك هو كذلك نعم. الان يعني بمعنى استاذ احمد انه اللي جاي ترى قاعده مو داعش، خلي الاخوه يمكن الاخوان الامنيين اكثر دقه مني. يعني داعش ابو بكر البغدادي تمرد على ايمن لا هسه الشام تحررت مو نعم تحررت نعم. داعش هي الدوله الاسلاميه انتهت العراق وشين الشين الاخيره مال بلاد الشام، بلاد الشامي ليفانت يعني. فحتى اذا ترجع ما راح ترجع بنفس الاسم. لا انا اقول شنو اليوم الجيل الرابع من القاعده اللي انتهى في داعش قد يكون هناك جيل خامس. هسه هذا شنو شكل الجيل الخامس اللي حضرتك تسال عنه والناس راح يروح يتمكن من اسقاط الدوله العراقيه مره اخرى، يضرب المجتمع العراقي ومؤسساته اللي هي اصلا متهرئه. اليوم التحصين احنا نحتاج الى الاتي بصراحه، هل داعش موجود فقط في الصحراء؟ اذا بالصحراء نشيل هذا الكونكريت اللي شلناه ماكو مال مدنه نروح نحطه نقطع الصحراء بسياج كونكريتي، صح لو مو صح؟ فكره قد تكون قابله للتطبيق، لكن لو هو موجود مثل الفيروس بالجسم يراد له الى ظروف تهيجه وتخليه ينشط، هذا السؤال يجب ان يجاوبوا عليه المعنيين في القرار، مو انا وانت، انا وياك كثير التساؤل، وهم لازم يجاوبونا بكل صراحه. اما محاوله استثمار داعش والاحداث اللي حصلت بالاسابيع الاخيره لهالهدفين، هذا هو الخطوره. واحد يريد يبقي الامريكان يقول الامريكان والله خطوره داعش، وواحد يريد يعزز دور الايرانيين بصراحه اقول لك اياها من خلال الحشد الشعبي.
هذه هي التساؤل الأهم. اي لكن الآن إذا هناك من يقول أنه ماكو مجتمع حاضر لداعش في المحافظات الغربية وغيرها، لكن هذا المجتمع المحافظات الغربية صح ما راح يستقبل داعش ولا راح يرحب بهم مثل ما رحب بهم بال 2014، طبعا جزء من هذا المجتمع، لكن وراح يرفض وجود الفصائل المسلحة، لكن راح يرحب بالأمريكان. صحيح، أنا معك في هذا. لا زال التنظير الكردي السني موجود في يدعم هذه الفكرة. الكردي قوي جدا، وبالنسبة للإخوان السنة يقولون إحنا لا نصوت على أي مشروع قرار. الموضوع ما يعني البرلمان الحقيقة، يعني البرلمان يذهب في خطأ فادح في هذه القصة. يجب أن يؤخذ رأي وزارة الدفاع في حاجتنا في نوعية وعدد القوات الأجنبية اللي هم حلفائنا يعني، وكيف نحتاجهم. أما البرلمان يذهب إلى عمل تنفيذي، هذا العمل سنقضي المحكمة الاتحادية بنصف ساعة. أنا ما أحكي عن قضية خلينا نقول سياسية داخل قبة البرلمان، أحكي عن قناعة مجتمع. هو مراع وين تتحول هي قناعة المجتمع بالمناطق بمحافظاتنا الغربية. صحيح. يقول لك أني لا أريد داعش ولا أريد فصائل معك مرتبطة بإيران. الآن لو الأمريكان يجون بأي منطقة غربية يرحبون بهم. يعني في حرير صار لها مدرجة يعني، أصبحت قاعدة كبيرة الآن زين في كردستان، وهم موجودين في نصف مطار سليمانية وموجودين نصف مطار أربيل وفي بحركة وفي مناطق كثيرة في كردستان زين. يعني قواعدهم قريبة إلى نصف القواعد الأماكن اللي موجودة في معسكراتنا يعني. شنو معلوماتك عن عين الأسد؟ عين الأسد يعني الجزء الغربي من القاعدة هي بها معسكر أمريكي موجود، وهو تقريبا أكبر تجمع هناك. ليش؟ لأنه الأمريكان عندهم مصلحة في الداخل السوري وهي قريبة جدا من الحدود، ولديهم قوة أيضا في التنف تحتاج دعم، وهذه القوة لا يمكن أن يفرض فيها الأمريكان. يعني الأمريكان إذا سحبوا أو خففوا وجودهم في عين الأسد التنف تسقط بظرف قليل وتضعف يعني، وربما تتعرض إلى ضربات. لهذا هم منظومة دفاع متكاملة، حتى قسمنا صاروخية مدها أكثر من 300 كيلو موجودة، ولديهم شعاع بحماية بحدود 55 كيلومتر في التنف يحمى من ويراقب من عين الأسد بوسائل مراقبة ذات تقنيات عالية. هم يريدون هذا الشريط. يعني ما يعنيهم هسه الكرد سوريا الديمقراطية وحدات حماية الشعب الكردي البيادية صالح مسلم، ما يريدوه هو من دير الزور إلى الجنوب. هذا اللي يريدوه، وكل تركيز الأمريكان في العمليات الآن في هذا الجزء السوري اللي احنا الان يعني بسبب هذا النشاط وبسبب عدم وجود السوريين سوينا خطة دفاعية حتى نحميه. جيد دكتور احمد، اكو من يتحدث عن يعني هو مو مشروع داعش او مشروع القاعدة وعنف وقتل وذاك الفكر اللي تعودنا عليه، لا، هناك من يتحدث هذه الايام عن مشروع سياسي من اجل فرض اجندة معينة، رؤية معينة يعني تجابه بها بعض الأجندات اللي موجودة يعني هذا الغطاء السياسي قد يكون داعش بطريقة أخرى. نعم، وبشكل شرعي راح سوف يكون هذا المشروع. إذا فشلنا في المسائل اللي تحدثنا طول الحلقة فيها عن تقديم الإجراءات والأولويات راح ينطرح مشروع الحقيقة، وهذا المشروع ده قودة مصر والسعودية بشكل مباشر تحت اسم ناتو العربي إذا سمعت عنه، وهذا كله سوف يحصل في مؤتمر لندن اللي تعلن فيه صفقة القرن، وبالتالي سنة العراق مع اعتزازنا يعني جزء مهم من شعبنا كما هم شيعة العراق والكرد، إذا ظلوا تحت هذا الشعور اللي نتحدث عنه الخوف والتخويف من قياداتهم أحيانا من بعض قياداتهم، ها بالتالي هؤلاء سوف يوضع تحت هذه المظلة عن طريق الأمريكان، ويكون هنالك إنتاج لمشروع تحت مسمى الفيدرالية في العراق، ويكون كانتون مثل الكردستان، وهذا طبعا يحقق الاستراتيجية الأمريكية والإسرائيلية في قطع الرابط ما بين الموضوع ما له علاقة بأنه أكو سياسيين سنة ضمن هذا المشروع وماكو سياسيين شيعة بي، لا، أكو مشروع عراقيين مش حتى كرد بيهم دي يشتغلون على مشروع آخر. لا هو انت شوف هذه الفكره الان، الفكره الجزء الاول يعني قد ما ابالغ اذا اقول انه ينطوا عنوان مشروع بديل للعمليه السياسيه لمده 2003. انا بفهم سؤالك عبالي تحصل على المنطقه الغربيه. الان في مشروعين الحقيقه للعراق، حتى اقول لك اياها بكل صراحه. اداره ترامب تدرس خيارين للوضع العراقي. الخيار الاول ان تقوم بعمل محدود عن طريق
بعض الفصائل السياسية لتغيير الأوضاع السياسية في البلد. هذا واحد. اثنين، إذا اضطرت الحقيقة تعيد العراق تحت الوصاية بعد أن يحصل حادث محدد وفوضى محددة، قد تكون هاي بدايتها في الأفعال اللي يقوم بها داعش. يا ستار شباب، طول الفيسبوك، طول الفيسبوك، وين أبو حارث؟ شنو سالفتكم اليوم؟ يصير أحكي بالجو؟ ها؟ لا زين. أبو حارث الكربولية، السلام عليكم، تحية لك وضيوفك الكرام، حياك الله. عودة داعش مرهون بطلب سحب القوات الأمريكية من العراق وما يحصل هذه الأيام من خروقات هنا وهناك، رسائل مبطنة لساسة العراق المطالبين بسحب القوات الأمريكية، والرسالة انفادها لا خيار سوى بقاء القوات الأمريكية في العراق. حياك الله يا أبو حارث. كرم سعد يقول تحية طيبة، عودة الحديث عن داعش وعودته والخروقات الأمنية بين الحين والآخر في مختلف المناطق العراقية مما يحتم على الحكومة العراقية أخذ الحيطة والحذر وأخذ كافة التدابير، وذلك لأن دماء الشهداء بعدها لم تجف والمناطق المنكوبة ما زالت منكوبة. نقل داعش من سوريا عبر الحدود العراقية في خطورة للوضع العراقي، والقوات الأمنية وقوات الحشد والعراقيين قادرين على صد أي هجوم، لكن كلما كان الوضع الدولي في تأزم كلما كان الضغط على العراق أكثر. شكرا لكم على هاي التعليقات، شكر للواء عبد الكريم خلف الخبير الأمني، وأعتذر أخرتك أنا تطلع قبل 10 دقائق التزامك مع زميل آخر. شكر أيضا للدكتور أحمد الأبيض الباحث السياسي. شكر للدكتور عقيل عباس أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الأمريكية في السليمانية، واعتذار أيضا إلى. شكرا لكم، نشوفكم باكر إن شاء الله.